نزلت على الرحيل فإن قصني يتعفر حيث وفت مني في ذات ثلاثة أربعة في أحلى مستجد العرب الفرسية بغير بالذكرى الثالث عشر الرحيل أبو عمر نزلت على آخر العشر وحققت حياة غير فلسطين الراحل وهذا يتحفظ في 24 أغسطس عام 2020 وسمو الحقيقي محمد عبد الرؤوف عبد القدوة الحسيني عرف الناس مقترن باسم محمد القدوة وسمو الحقيقي أبو عمار انتخب في عام 1996 باسم السلطة الوطنية الفلسطينية وقد حكم التعبير الفلسطيني سنة عام 1969 لذلك تخلد هذا المنصب منذ تأسيسه على يد أحمد الشجري عام 1964 القائد العام لاتحاد الفتح أكبر حركات داخل المنظمة التي أسس معها الوطن في عام 1959.